متابعي روزانا، اهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. انا مهند الشيخ من ريف ادلب الجنوبي، رح كون معكم اليوم بسؤال جديد لصدى الشارع، خليكم معنا. يسعد اوقاتكم متابعي راديو روزانا بكل مكان، رح كون معكم محمود ابو راس من ريف حما الشمالي باستطلاع جديد لصدى الشارع. والله ما بتوقع شيء يصير، لانه بعد مظاهرات امبارح في شمال السوري بين انه كل العالم ريد المخاوي، ما حدا ريد الاستسلام. والله ما بظن، لانه هي صفقه معكم جد ولا جد، نحن صاحبين ابو صاحبين حرب. بما انه ادلب تحت الوصايه او الحمايه التركيه، فاتوقع من فصائل المعارضه تسلم سلاح الضامن التركي. اذا تغير النظام وصار في ديمقراطيه وانتخابات حره، نعم السلاح يتسلم، بصير جيش وطني. بس سلمنا سلاحنا يعني راحت تجراح الشمي، اذا بدنا نرجع كانه رجعنا لحد الوطن.